بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الثاني المصور على بالفيديو، الفصل 11 القياس الطول والمساحة. طبعا بالنسبة للقياس، لأن الأولاد في هذا في السن بياخذ بعض الوحدات في القياس. الأول في نرى في الصورة هذه البنت تقيس طول هذا المساحة، هو مكبر للسنتيمتر. طبعا السنتيمتر له السم او سين ميم. بعد ذلك يتدرب الطالب على القياس بالمكعبات، هذه يقيس هذا المشبك بالمكعبات، ايضا الفرشاه يقيسها بالمكعبات، 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى واحد القياس في هذا الدرس المكعبات، نفس الكلام في كل هذا الدرس القياس بعدد المكعبات وليس بالسنتي. يعني نقيس ايضا هذا المقص بالمكعبات، القلم بالمكعبات، الحذاء ايضا بالمكعبات، كل هذه بالقياس بالمكعبات. هذا القياس بالمربعات، اعد المربعات ثم اكتب عدد المربعات الحمراء وعدد المربعات الخضراء، هذه قياس بالمربعات. لكن نريد ان نعود للطالب على القياس بالسنتيمتر. وحدات الطول هذه الغير قياسيه اللي هي المكعبات، وحدات الطول غير قياسيه اللي هي المكعبات. بتسهل عليه كيف يقيس هذه الاشياء، ابحث عن الاشياء الموضحه صورها ثم اقيس اطوالها مستعملا وحده القياس المناسبه. وحده القياس اللي اقيس اما بالسنتي او المكعبات او حتى بالمشبك، بالمشابك يستطيع الطالب ان يقيس هذه الاشياء باي وحده، اما المكعبات او بالسنتيمتر اللي هو السن، والافضل يتدرب على السنتيمتر، لان وحده القياس بالمكعبات وبالمشابك هذه يعني كتمهيد لدرس القياس بالسنتيمتر. طبعا هذه الاشياء لو بحثنا عنها في الحقيقه الولد، لكن المدرب كيف يقيس الصوره؟ هو الاصل ان هو يجيب دباسه ويقيس هذه المسافه، لكن الافضل الان ان الولد يتعود على القياس من الصوره نفسها. يتعلم كيف هذه المسائل، طبعا الاولاد يحدد فيها المعطيات والمطلوب ويستخدم فيها التفكير عشان يجيب عن الاسئله هذه. هذا طبعا وحده القياس المكعب من المشابك. هذه اهم شيء، قياس الاطوال بالسنتيمتر او بالسنتيمترات. السنتي نعرف المسطره، السنتي مكون من 10 ملي. الطالب يرى بالمسطره في البيت يساعد ولي الامر، يرى يعني مسافه السنتي تبدا من الصفر الى الواحد، ويبدا يقيس بالسنتي بدل ما يقيس بالمكعبات او الوحدات المربعه. نستخدم وحده القياس في هذه الاشياء. ايضا خلينا من الصور، الصور افضل، لانه قياس الطبيعه الطالب قد يعني لا يتدرب، لكن يتدرب الافضل يقيس الصوره نفسها ويكتب وحده القياس، وحده القياس السنتيمتر، بدل ان يكتب السنتيمتر يكتب سم، سين ميم اختصارا، ويبدا يقيس. كيف يقيس؟ يبدا يضع الصفر على البدايه على الخط، ويبدا يعد بالنسبه لهذه المسطره تنتهي من 20، يحدد ويكمل هذه الشيء 20. الاول نسال في التقدير، كم يا ترى هذه 20؟ نفهم او يفهم الطالب كيف يقدر هذه الاشياء، ويكتب وحده القياس السنتيمتر، ما هو المكعب او المشبك او المربعات، لكن يقيس بالسنتيمتر، وحده القياس السم، ثم يكتب المقاس هذه. يحاول بقدر الامكان يتدرب الطالب في البيت على كيف يقيس بنفسه، يقيس هذه الاشياء بنفسه كيف يبدا ويعرف مساحه او مسافه السنتيمتر الذي يقيس به بالمسطره. كل هذه الاشياء يستخدم فيها المسطره ويقيس هذه الاشياء ويكتب وحده القياس، يكتب العدد القياس. نفس الدرس استعمال مسطره السنتيمترات، كل هذه الدروس مرتبطه وسهله مع تدريب اقل تدريب بفضل الله الاولاد يكتبوا باذن الله تعالى. قيس كتاب الرياضيات، لكن برضه ايضا نعوده على القياس بالمسطره.
الأول قبل القياس يقدر، القياس تقدير حتى يفهم فضل مسألة المليم كم تكون من السنتيمترات، ثم يقيس وش في التقدير حق، هل هو قدره، هل هو صحيح في زيادة كثيرة أم أقل، ويحاول يتدرب على كده. نفس الاسطوانة يعني يستطيع طالب يقيس السي دي، الأول يقدر وبعدين يقيس، يكتب التقدير، لو أخطأ طالب في التقدير ما هي مشكلة، لكن نحاول بقدر الإمكان يكون دقيق في القياس الأصلي الحقيقي. هذا بالنسبة لقياس الأطوال. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.